النهاردة هنعمل مع بعض أطعم وأسهل صوص برتقال ممكن نعمله، نقدر نستخدمه كمان في تزيين الكيك وعمل التارتات. مقاديرنا بسيطة جدا، هنستخدم هنا كوباية ونص من عصير البرتقال، بنخليها في البداية تغلي لمدة 3 دقايق، بنضيف عليها نص كوباية من السكر، وهنا السكر على حسب الرغبة، بنضيف معلقتين من عصير الليمون. بعد ما بيغلي لمدة 5 دقايق أو 3 دقايق بنضيف له هنا معلقة ونص من النشا. أنا حبيت إن أنا يكون يعني أنا عايزاه يكون تقيل شوية، فخليته تقيل شوية بان انا ضفت هنا معلقة ونص من النشا، انما احنا على حسب ما احنا عايزين الصوص تقيل او خفيف بنتحكم فيه عن طريق النشا. بيطلع معانا اطعم صوص برتقال عملناه ما فيش طعم النشا خالص، لان كمان بنسيبه يغلي لمدة 3 دقايق على النار، فبالتالي ما بيبقاش فيه طعم نشا خالص، وبيطلع طعمه تحفة جدا جدا جدا. كمان قد ايه الصوص طلعت يعني السمك بتاعه كويس قوي. كمان عملنا معاه هنا البرتقال المتكرمل، قطعنا البرتقال شرايح بالشكل ده، ضفنا فيه كوباية ونص كوباية مية، عليها نص كوباية سكر، وسبناه لحد ما تكرمل بالشكل ده، طالع طعمه تحفة جدا. اتمنى تجربوه، لو عجبكم الفيديو اتمنى منكم متابعة.